يلعب الكرة، تخلصت من جانب عبد العزيز مكين البديل في شوط المباراة الثاني. بلان لمسة، الضربة وين؟ الضربة وين؟ الثق ملون وما يتصرفون معها تصرفا مثاليا على الجهة اليمنى. عبد العزيز مكين، عبد العزيز مر عدى، ما زال يحتفظ بكرته. في طلب كرة من مكين، وصلت له الكرة. عبد العزيز مكين، استقبال رائع وجميل، انطلاقة عرضية. قالها الوحدة، راح اتكلم بعد هذه الكرة، راح اتكلم بعد هذه الكرة للسماوي امام الوحدة. الباطن اللي تبقى له الوحدة. مواجهة الفريقين للدوري المحترفين، ام ان نادي الباطن ولاعبيه يكون لهم راي اخر فيما هو قادم. عن طريق انتوليتش يغير اتجاه الكرة، تبحث عن عبد العزيز مكين، عبد العزيز مكين يحاول، عبد العزيز مكين طالت لكن تلقى الكرة الماضية، لكن عبد العزيز مكين كان يقف في موقف تسلل ولا يعجبه. قدها فاروق شافعي، عادت مرة أخرى لمصلحة فريق الباطن. القتال يستمر، القتال يستمر في محاولة لمصلحة فارس الجنوب على الطرف الأيسر. إلى بكل تأكيد نادي ضمك، شوف الكرة الماضية أمام يوسف فواز، أبعدت من جانب الدفاع.